النهارده ومعي ايضا واحد من نجوم المباراه الكابتن عمرو انيس. كابتن عمرو طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وشايف المباراه النهارده ازاي؟ وطبعا عايز ابارك لك، شايف المباراه النهارده ازاي امام نادي الاتحاد واداء جميع لاعبي النادي الاهلي؟ الحمد لله احنا ادينا كويس والفرقه كلها مشيت كويس، هم برضو كان في سنه عدم توفيق واحنا تفلسنا كان حلو، وان شاء الله الماتش الجاي هيكون نفس الطريقه ان شاء الله. طبعا المباراه صعبه، مباراه مهمه في السيمي فاينل، الاهلي والاتحاد دايما متعودين الاهلي والاتحاد في مباراه النهائي، المره دي في السيمي فاينل، يعني كلمني برضو كابتن محمد اتكلم معاكم في ايه قبل المباراه، حذركم من ايه طبعا في نادي الاتحاد؟ حذرنا هم يعني هو حذرنا من هم رجاله في اللعب، واحنا المفروض نسترجل ونأدي ونلعب لعبنا العادي، ما نتضغطش ولا اي حاجه، وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله ببارك لك تاني يا كابتن عمرو، وابارك لك تاني بقى يوم الخميس ان شاء الله. الله ان شاء الله. مسيك ده يا كابتن عمرو. كده طبعا يا كابتن هيثم كانت لقاءاتنا مع فريق المرتبط وطبعا المدير الفني، واكيد يعني معظم اللعيبه اللي كانوا من نجوم المباراه النهارده، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم.